مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نلعب جيم اسمها Little Nightmares 2، وهي من احدى الجيمز اللي نزلت بهذا الشهر. خلينا نكتشفها سوا. وبذكركم هيدي الجيم بتحكي عن قصة صبي صغير بيلبس كيس من ورق على مخه وعم بيكتشف المناطق، وفي شخصية تانية اسمها سكس لازم يتلاقى فيها من الجزء اللي قبله. خلينا نشوف. بال WASD بتحركوا الشخصية، والشفت بيركض هون بدنا نعوزها تقدر ينط. وبالرايت كليك الماوس بيكمش الأغراض وهيك بصير فينا مثلا نفتح الابواب او شيء، والكنترول كراوتش اكيد. نشوف ما هذا، إذا كب على هذا بيصير شيء ما راح يوصله. هذا بحس فخ لأنه في شيء علبة كبيرة معلقة فوق، إذا انتبهتوا هاي كان إذا دقينا بهذا الحبل بيطلع الفخ فيه.
فيكم تستعينوا بهيك أغراض حول الخريطة تتفكوا الفخ وما يطلع فيكم. هون في الفخ اللي بيحطوه للدب تيلقطوا بإجره هيدا الكبير، بنشوفه كتير بالرسوم المتحركة خاصة بتوم جيري كمان. مثلا بهذه الطريقة هيتها هون المنطقة مليانة فخوخ بيقدر يفتح البراد في شيء بقلب البراد ممكن يستعمل مالها يا في موسيقى عم تلعب بالأبو تحت، خلينا ننزل نكتشفه. في حدا تاني مال، معقول هيدا يكون سكس؟ هيدا الباب شكله بيتكسر. هات لنشوف ممكن نلاقي شيء. هذا سكين كبير انكسرت ايده، خلينا نكفي ننبش بلكي بنلاقي شيء تاني. فراعة، هذا المطلوب. تلاقوا الأصحاب؟ لا بعد، لا لحقوا يا مونة تنشوف وين رايح.
رح يتعاونوا تيقدروا يسحبوا هذا الحبل. انا بعيطت اروح انا لعنده. اوكي اوكي رح يتفشوها سوا تفينا نعرش على هيدي. اوكي وفي مفتاح معلق فوق بس بنا المسكة تفينا نبرم هيدي وننزله. اوكي من هون يلا لك وين ماسكة مع هاللعبة. ما في شيء تاني. اوكي هذا المفتاح أخذني. إذا انتبهتوا أول مرة وقت تساعدوا تيطلعوا في قفل على الباب ورا. أوكي كيف بدنا ناخذ المفتاح لنفتح القفل؟ شو ال controls keyboard mapping flash light look up look left jump throw attack grab or call. Looks like معقول الاي اوكي
ما انتبهت على مظبوط شو صار جوا. خليهم هون بركي يعوزن لشي. اوكي بحس في بدنا نتفش هيدا سوا لقدام. هذا أول إنسان بنشوفه بالجيم. فازن مش لازم يحس فينا نحن واقفين. اوكي اوكي بدنا نتخبى بخيل هذا هو عم بقوس بعدين بنقدر. اوكي انتبهت لسكس تخبى بخيل الحفه. خرد دفع. اوكي. لا يمكن بهالطريقة ضيعنا. بحس بدي اطلب ايده. صار شي جلتش بالجيم. 6 عم بيبرم محله. اوكي مش مشكلة نبقى نشوفها بعدين.
وهيك بنكون سوا اكتشفنا جيم ليتل نايت ميرز 2. مثل ما شفتها هيك جيم هي شوي رايقه، بدها تركيز، بدها تحلوا هيك الالغاز الصغيره فيها. و يعني اللي ما بيحبوا الجيمات مثلا فيها اواز او سيارات او سرعه، هيدي الجيم بتسليهم وهيك منيحه بتمرق الوقت. وبنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اكيد اليوم، وانا بشوفكم بالحلقه الجايه. باي باي.